اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صناع القرار. شايفين كل يوم تحسن في الاقتصاد المصري، وده مش بكلامي، ده بشهاده وثقه المؤسسات الدوليه اللي كل يوم بتاكد على ده. كمان الاجراءات الداخليه اللي بتاخدها الحكومه لدعم عمليه الاصلاح. كلنا كنا مستنيين يحصل تحسن اقتصادي واستقرار في الاسعار عشان نبدا نشوف هنعمل ايه الفتره الجايه. كتير مننا بيحب يتدخر سواء في العقار، في الذهب او غيره من الاستثمارات اللي كلنا عارفينها. حاليا اعتقد مفيش بيت في مصر مش مهتم دلوقتي بسوق الذهب، واظن كمان ان اغلب المواطنين متابعين جيدين لاسعار الذهب وبصفه يوميه وفي حاله ترقب دائمه. الذهب وصل ل 4000 جنيه لجرام عيار 21، نزل تاني ل 2700 جنيه في الشهرين اللي فاتوا، طلع تاني دلوقتي ل 3100. حاله التذبذب دي اخرتها ايه؟ توقعات البنوك العالميه بوصول سعر الاوئيه ل 3000 دولار مقابل 2300 دولار دلوقتي هتعمل ايه في اسعار الذهب بمصر؟ كل الاسئله دي هنجاوب عليها في فقرتنا الحواريه اللي هينورنا فيها الاستاذ ايهاب واصف، رئيس شعبه صناعه الذهب والمعادن الثمينه باتحاد الصناعات. بس قبل ما نروح للفقره الحواريه معانا مجموعه من الاخبار المهمه جدا، وحابب ابدا دايما بموضوع ايجابي وشويه نقول فيه الايجابيات اللي فيه او ايه الاضرار اللي ممكن تنجب عنه لو حصل انه الخبر ده ما كانش ليه التأثير الواضح على المجتمع. حملات المقاطعة بتجيب نتيجة في خفض الأسعار، بس برضو ليها تأثيرات وممكن تكون تأثيرات سلبية. عشان كده هنشوف حملة المقاطعة ضد ارتفاع الأسعار خصوصا موضوع السمك الشهر اللي فات جابت نتيجة وخفضت أسعار، بس ايه تاني كانت ليها أضرار جانبية ازاي هنتلاشاها؟ عشان كده هيكون معنا على التليفون الأستاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء. اهلا بيك استاذ محمود. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. بدايه يا استاذ محمود، ايه خطوره اساءه استخدام حملات المقاطعه اللي بتدعو لعدم شراء بعض السلع الاساسيه بهدف الضغط لخفض الاسعار بتاعتها؟ اولا من اهميتها تاتي خطورتها. تمام. لانه خلينا نقول بصراحه او بوضوح شديد، انت بتتكلم على السمك، سمك تكلفه حفظه وتبريده تكلفة باهظة جدا، وبالتالي معظم تجار السمك بيخلصوا من السبوبة يوميا، وبيبقى حتى آخر النهار بيبيع اللي عنده بأي سعر عشان ما يباتش عنده، لأن لو بات يبقى تكلفة حفظه عالية جدا، وبالتالي السمك صعب جدا إنه لما يعني مجرد ما أنت بتعمل حملة مقاطعة بتجيب نتائج فورية. تمام. وهتلاقي السعر دايما بينزل. تمام. تمام. انت بقى لما تيجي تعمل الكلام ده مثلا مع الدواجن، لا قدر الله، الدواجن دي مصيبه ثانيه خالص. ولذلك احنا عملنا حركه استباقيه ورحنا قعدنا مع اتحاد منتجي الدواجن الاسبوع الماضي واتفقنا معاهم على نزول تدريجي. بالفعل هم استجابوا وبداوا ينزلوا نزول تدريجي. كنت بتتكلم على 120 جنيه كيلو الفراخ و115 الى النهارده 74 و75 جنيه. تمام. ده بالنسبه للدواجن. البيض نفسه نزل ل 120 جنيه، 121 جنيه، من 165 جنيه، كل دي ارقام بتنزل بالمزارع. تمام. انما عند تجار التجزئه السماسره وتجار التجزئه بيلعبوا لعبه بالغه الخطوره، بيفاقموا ازمه الدواجن على وجه التحديد. احنا بننتج في مصر مليار و200 مليون طائر سنويا، وبلد مكتفيه من الدواجن. لو تكدس القطيع في مكان واحد يعمل لك كارثه بيئيه، يعمل نفوق جماعي للقطيع، وبالتالي الصناعه دي تتكسر وتتهدم ونضطر نستورد من الخارج، ده يأذي المستهلك لو احنا. لكن انا عندي سؤال مهم جدا، هم ليه علوا الاسعار على الرغم انه بعد عمليه تحرير سعر الصرف والدنيا هديت والاقتصاد المصري ابتدى يبقى فيه حاله من حالات الاستقرار؟ ايه الاسباب ورا ان هو يخليه بالحاله الجشعه دي ويبتدي يزود في الاسعار فوق مقدره المواطن البسيط؟ هو خليني اقول لك بوضوح شديد، من الاخر الـ كان في زيادات وكانوا مصرين على انهم يبقوا خلاص، هو طلع لمستوى 150 جنيه مش عارف ايه، والسمك بقى ب 100 مش عارف بكام، عايز يفضل ثابت عند الحته دي، مش عايز ينزل. لانه خلاص جرب المال اللي بيجي له والارباح اللي بيحصدها، فمش في دماغه انه ينزل. انما على الجانب الاخر الدوله عاطت اعفاءات جمركيه عايزاها ترجع للمواطن، وعطت على الجانب الاخر الدولار من البنك بالسعر الرسمي مش بالسعر اللي كان بيشتريه من السوق السوداء، وبالتالي الدوله تحتاج الى انها تسترد
الاعفاء ده وتسترد الفلوس الدولارات اللي خدوها دي لصالح المواطن مش لصالح التجار. وبالتالي الدوله تدخلت، ولكن تدخل الدوله دائما بيفشل. حتى في امريكا تدخلات الدوله الدول بتفشل. وبالتالي الافضل ان يتدخل المواطن المقاطع سلاح شعبي وسلاح بالغ الخطوره، وياتي بنتائج ايجابيه يمكن استخدامه، يمكن استخدامه وينجح، لكن يجب استخدامه برشد وبعقل وبغير شطط. لانه في ناس كتير بتشط يقول لك احنا هنقاطع الدواجن والبيض واللبن والسمك واللحمه، السله البروتينيه كامله في وقت واحد، هذا مش منطق. لا مش منطق. بيقول حاجه حاجه، نجرب ستيب باي ستيب. اذا نجحت المقاطعه في السمك نروح بعد كده للدواجن، ولو نجحت المقاطعه في السمك انت ممكن ما تروحش للدواجن، هتلاقي بتاع الدواجن يخاف وهتلاقي بتاع اللحمه يخاف. يبقى انت احدثت الاثر اللي انت محتاجه دون ان يعني تدخل في معركه شرسه. خلاص كله يبقى شايف. تمام. انت عاقبت العمل المبالغه في السعر، واللي افترى ده عاقبته عقوبه رادعه، وبالتالي انت بترضع الاخرين، بترضع التاني. ولكن انت ما علقتوش. انت يعني انا يعني هحاول اوضح لحضرتك وجهه نظري في الموضوع. احنا ما عالجناش الشخص، احنا عالجنا السايد افكت زي ما بيقولوا، ولكن المرض نفسه اللي هو الجشع بتاعه اللي هو اوريدي هيتوارى او يختفي لفتره لغايه لما المواضيع تهدى. لانه فعلا ان اول مره نشوف الحكومه والشعب كلهم بيشتغلوا في موضوع او في ملف واحد بتركيز واحد عشان جشع التجار، ولكن الجشع ما زال موجود عندهم. فمن وجهه نظرك هل في قوانين نقدر تتخلق من وراء الحادث ده وتقدر انها تمنع في المستقبل الجشع بتاعهم؟ في مصر لا تسالني عن القانون. اسالني عن قانون الناس ده. قانون او سلطه المواطن على التاجر ده. وهو ده الكلام اللي انا اقدر افيدك فيه الان. تمام. من الاخر انت بتتكلم على اجراءات حكوميه وممكن تحدد سعر وممكن تعمل كل اللي انت عايزه. لكن بامانه السلاح الاكثر انجازا والاكثر ايجازا في هذه الحكايه هو سلاح المقاطعه، وده في ايدينا. انت مجرد ما بتعلن مصر كلها تلاقيها جريت وراك، لان الناس مخنوقه من الحكايه. لكن احنا بنقول بنجرب. احنا توقفنا، خلي بالك، حمله المقاطعه منذ اعلنا الاسبوع من 10 ايام. النهارده احنا اوقفنا حمله المقاطعه لحين دراسه الايجابيات والسلبيات. احنا برضو بنشتغل بشكل علمي، لان احنا عندنا كوبي واخدينه من المجتمع الفرنسي والالماني. الجمعيات حمايه المستهلك في المانيا وفي فرنسا لها طريقه في التعامل، احنا عملنا منها كوبي وبنحاول نطوره في مصر بطريقتنا وبموجب قوانيننا واستجابه لاوضاعنا. تمام. بحيث ان احنا نعمل حاجه مختلفه وايجابيه. ده احنا بنعمله دلوقتي، بندرس ايه اللي ممكن نعمله في مواجهه الناس دي في حاله ماذا لو انهم عادوا مره اخرى. لان بتوع السمك بالفعل نزلوا جزء كبير من اسعارهم، لكن هل هم هيظلوا على هذا الوضع على طول، ولا ممكن بعد ما تخلص المقاطعه والناس تنسى يرجعوا تاني؟ لو رجعوا احنا متيقظين وعندنا وعي وعندنا رؤيه وعندنا يعني معركه من الممكن ان احنا نعملها تاني. لو عادوا عدنا هم هيرجعوا يرفعوا سعرهم، هنرجع مره ثانيه نقاطعهم وهنشتغل مع بعض حوالين يتيكة بالبلدي. هو فعلا في الاخر انا يعني احنا بنشكر حضرتك جدا يا استاذ محمود العسقلاني، لانه فعلا احنا محتاجين وعي ومحتاجين المواطن يحس انه ليه راي وقوه في بلده. بجد احنا يعني بنشكر حضرتك على المجهود الجبار اللي حصل الفتره اللي فاتت، واعتقد انه الجشع مش هينتهي، ولكن رد فعل المواطن هتفضل دايما موجوده. بنشكرك جدا يا استاذ محمود العسقلاني. وزارة السياحة والآثار رصدت من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة في المطارات المصرية المختلفة بعض المواطنين المصريين اللي رايحين المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تاريخ عودتهم تم تجديدها في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام. الوزارة بدورها قررت تحقق مع شركات السياحة ذات الصلة، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه أي شركة يثبت تورطها في الأمر، لأن الإجراء القانوني هو أن المواطن يروح يحج بتأشيرة مخصصة للحج، مش تأشيرة زيارة.
معنا للتوضيح والتعليق الأستاذ علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة. أهلا بيك أستاذ علاء. أهلا بيك يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ لسه مصر والدخلاء على منظومة شركات السياحة والحج والعمرة. تمام. أهم نقطة بنتكلم فيها، إزاي نحمي الناس الغلابة عن إن هم يقعوا في فخ عمليات النصب والخداع بسبب تأشيرات الزيارة، وإنها تكون صالحة لموسم الحج. يا بص يا حضرتك، هي دي مشكلة فعلا وقائمة من السنة اللي فاتت. المشكلة بس هو ليا ملاحظة إن حضرتك قلت بس شركات السياحة، هي شركات السياحة مش بتنظم الكلام ده كله، هو إحنا من خلال البوابة، البوابة اللي بينظم أي شغل من خلال البوابة فهي شركات السياحة. أي تأشيرة من التأشيرات دي عشان تسافر لازم تاخد حاجة اسمها بركود من بوابة عشان يسافر. شركات السياحة مصرح لها إنها تطلع بركود للمواطن اللي مسافر كده، بس لاحظ بقى في الاوان الاخيره السماسره عملوا تاشيرات وعملوا بمجموعات واتفقوا مع الناس ان هم يطلعوا حج بهذه التاشيرات، وطبعا غصب اللي هو تحايل على الشركات وخد منهم بركود يسفرهم، انما هو في الحقيقه فوزاره السياحه رفضت الكلام ده كله من خلال المطارات، فبدات تحذر الشركات من المجموعات. تمام. لان المجموعات دي كده تعتبر مخالفه للقانون او لتنظيم شركات السياحه او لتنظيم البوابه. فهنا النهارده في طبعا مواطنين غلابه بيضحك عليهم من خلال ايه؟ ان هو بيقول له هطلعك حج وبرخيص والكلام ده كله، وفي الاخر بياخده ويبهدله ولا بيعرف يدخله مشاعر، وحتى لو دخله ما بيعرفش يجيب له اتوبيس، بيخليه ياخد المسافه 14 15. هو إيه هو اهم سؤال اللي انا عايز اساله، هو لو حصل واتمسك هناك بتاشيره غير تاشيره الحج، ايه اللي هيحصل للشخص ده؟ حضرتك لما بيتمسك هناك السعوديه اصلا منع ان هو يحج بالكلام ده كله، فبتعمل السعوديه؟ بتبصمه وبتمنعه من دخول السعوديه لمده 10 سنين. 10 سنين ممنوع 10 سنين السعوديه لمده 10 سنين. بس طبعا مع الكميات الكبيره اللي طالعه ديت ده الوف، فطبعا السعوديه ممكن لو بصمت فبتبصم نسبه 10% بس، انما من الواضح ان السلطات السعوديه تنبهت السنه دي بدات تعمل اجراءات احترازيه وقفلت منافذ مكه دلوقتي، يعني ده المعلومه الاخيره، قفلت منافذ مكه من خمسه، من اول امبارح تقريبا، من يوم 5/5 من 5/4، فهنا قفلت المنافذ واي حد هيخش بطريقه مش مسجل على نسك او له عمره او الكلام ده كله بيمنعوه من الدخول. وبدات السلطات السعوديه تراقب الناس دي وتراقب تحركاتها، وبدات تروح فعلا تمسكهم في العماير وتطحن ناس كتير، بس هي في الاول وفي الاخر برضه السلطات السعوديه كان المفروض التاشيرات دي العين هي اللي بتصدرها، لازم كانت تبقى التأشيرات دي مدة الصلاحية بتاعتها في فترة الحجة كانت توقفها، لأن طبعا هو برضو المواطن هناك في السعودية ما تمسكه بتبقى التأشيرة معاه صالحة، محدش يقدر يعمل له حاجة. دي مشكلة، فالجانب السعودي لازم يتعاون مع آخر سؤال ليك يا أستاذ علاء، لو صدرك. إيه الطرق اللي أنا أقدر أستخدمها كمواطن عشان أبلغ عن الكيانات الوهمية دي اللي ممكن بتأذي المواطن وبتأذي مناسك الحج وبتخلي شكلنا قصاد الدول الشقيقه بالصوره السيئه دي؟ هي مشكله، انت عارف احنا الحج بالنسبه لنا شعيره كلنا بنتمناها، فالمواطن غلبان، فلما بيلاقي فعلا الحج الرسمي غالي فبيلجا المواطن نفسه بيروح بيلجا ضحيه للناس دي، لان الفجوه مثلا في فرق 150,000 جنيه، فالمواطن غصب عنه بيروح عشان يوفر، انما هو الحج بالتحايل ده غير شرعي، والازهر افتى بان ده هذا غير شرعي والكلام ده غير شرعي، لان الحج للاستطاعه السبيله. وطبعا اي مواطن بيتعرض لنصب من كده يا ريت يبلغ في بعثه لوزاره السياحه في السعوديه. اي بقى هو المواطن غلبان على امره يا استاذ علاء، لان هو عايز يروح، هو عايز يروح يزور بيت ربنا، وده الجشع بتاع شركات السياحه الوهميه اللي بيستغلوا ان الناس عايزه تروح تقابل بيت ربنا. معلش اصل برضه كيانات غير شرعيه وليست شركات سياحه دكتور. ما هو المواطن غلبان، هو المواطن هو المواطن اصلا ما عندوش العلم او الوعي انه يقدر يفرق ما بين الشخص او شركه السياحه السليمه اللي اجراءاتها سليمه واوراقها سليمه، وشركه السياحه اللي مضروبه او صاحبها جشع وبيدور انه بيتاجر باحلام الناس اللي عايزه تروح تزور بيت ربنا. مظبوط، صح كلام حضرتك، صح. احنا بنشكر حضرتك جدا الاستاذ علاء الغمري، عضو مجلس اداره غرفه شركات السياحه، على مداخلته معانا. وطبعا بدايه احنا بننهي اخبارنا، ولكن فعلا الحكومه لوحدها مش هتقدر تسد على جشع تجار، جشع ناس بتتاجر في الدين، جشع من كل حته ومن كل مكان. احنا فعلا قبل ما نطالب الدوله تتحرك وتغير من بلدنا، هو فعلا المواطن نفسه هو اللي محتاج يتغير وفكره يتغير لو ناويين نشوف خير من البلد دي. فاصل ونرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم من جديد. بنرحب بالأستاذ إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب، ومن الناس اللي عندها خبرة وباع كبير قوي في مجال الذهب، واللي هنقدر نستفيد منه ومن خبراته، واللي هنتكلم معاه بمنتهى الشفافية على كل الأسئلة اللي احنا محتاجين نعرف إجابتها. أهلا وسهلا مستر إيهاب. هبتدي مع حضرتك الحلقة، وأهم سؤال الناس بتسأله، هل سعر الذهب تسعيره في مصر بيبقى وفقا للأسعار العالمية، خصوصا بعد تحرير سعر الصرف الفترة الماضية، وخصوصا كمان ان بره كنا بنشوف ان الذهب في اوروبا وامريكا بينزل ولكن عندنا في مصر كان بيرتفع؟ فهنا السؤال، هل بعد الحركة اللي حصلت في الاقتصاد المصري الفترة اللي فاتت، هل دلوقتي احنا ماشيين وفقا للأسعار العالمية؟ طيب خلينا نوضح للمشاهد اسباب اللي بتتحكم في سعر الذهب. سعر الذهب بيتحكم فيه ثلاث حاجات. تمام. سعر البورصة العالمية ده أساس، سعر صرف الجنيه أمام الدولار أساس تاني. تمام. والعامل الثالث اللي احنا كنا زمان ما بنبصلوش وبناخدش بالنا منه هو الديماند والسبلاي أو العرض والطلب. تمام. في الفترة الأخيرة اللي هي بنقدر نقول على مدار السنة والكام شهر اللي فاتوا، كان المحرك الأساسي لأسعار الذهب في السوق المحلي كان العرض والطلب. تمام. بسبب شح المعروض في بعض الاوقات، فكان الطلب كبير. احنا عارفين الناس كتير قوي اتجهت ان هي تحط فلوسها في الذهب في الفتره الاخيره، فارتفع الطلب قدام العرض اللي كان منخفض او العرض اللي نقدر نقول عليه المؤجل. يعني الطلب كان اكتر من العرض، فبالتالي سعر الذهب والسعر كان بيرتفع، وكان وصلنا في مراحل ان كان المعروض صفر، لانه كان الارتفاعات المتتاليه لاسعار الذهب كانت موصله ان اللي حابب يبيع كل يوم بيأجل بيعه على اساس انه السعر بيزيد السعر بيزيد، فوصل ان العرض صفر قدام طلب كبير، فبالتالي لقينا الفجوه الكبيره اللي ما بين السعرين، السعر المحلي والسعر العالمي. وفضلنا ماشيين لحد ما النهارده نقدر نقول ان احنا لا، احنا ماشيين على نفس الخطوه بتاعه السوق العالمي. يعني خلينا نعمل سمري كده او استنتاج انه في ثلاث عوامل: عرض وطلب، السعر العالمي، وسعر صرف الجنيه للدولار. وسعر صرف الجنيه قصاد الدولار. هل التحركات الامنيه اللي حصلت في فتره من الفترات هل ادت بنتائج ايجابيه على سوق الذهب، خصوصا حضرتك لما جاي بتقول لي انه العرض وقف فتره من الفترات في الذهب، هل ده بسبب التحركات الامنيه وانه يقدر يحاول يتحكم في السعر؟ لا لا، هي كان العرض وقف كان بسبب انه انا معايا مثلا فلنفترض ست مصريه عاديه معاها غوشتين عايزه تبيعهم علشان تجيب فلوسهم، فهي شايفه النهارده السعر باكس وبكره باكس بلس 1 وبعده باكس بلس 2، فهي شايفه ان هو عمال بيرتفع فبتاجل عمليه البيع عندها. فبالتالي كل الناس اللي كانت عندها الرغبه في البيع كلها أجلت البيع على أساس إن هي توصل عند أعلى نقطة سعرية عندهم. فبالتالي وصلنا إن العرض كان صفر، وقدام في نفس الكفة الثانية إن الناس نازلة بتدافع كبير جدا إن هي تشتري الذهب في الوقت. حالة رعب يعني حصلت. حالة رعب. نقدر نقول إيه اللي عكس الآية بقى؟ إيه بقى؟ اللي عكس الآية مش التحركات الأمنية، التحركات الأمنية طبعا كان عليها عامل كبير جدا في فترة من الفترات، ولكن النهاردة احنا استقرار سعر الصرف الدولار أمام الجنيه. تمام. ودي حاجة ما نقدرش ان احنا نغفل عنها. النهاردة في الحمد لله استقرار في الاقتصاد المصري، بل بالعكس انا شايف انه بإذن الله يعني خير ان شاء الله. انا شايف ان يمكن الدنيا يحصل ارتفاع أكثر. يحصل ارتفاع للسعر صرف الجنيه امام الدولار في الفتره القريبه اللي جايه. يعني في توقعات بتقول ان هو ممكن يوصل 42 43 وممكن اقل. يعني احنا ناس بتوع اقتصاد، فاحنا نأمل. احنا لينا نظره، فاحنا شايفين أكيد. النظره اللي قدامنا بتقول ايه، فاحنا نامل ان احنا هنوصل للرقم ده. طيب ايه اللي ممكن يحصل في حاله ان ارتفاع الجنيه امام الدولار؟ وانا بقولها ارتفاع الجنيه امام الدولار، الذهب هينزل طبعا في حاله، بس ده عكس الكلام توقع بنك جولد ساكس لما قال انه هو متوقع ان سعر الرؤية توصل ل 3000 دولار. مظبوط، بس هي دي كلها توقعات. يعني خليني اقولها لك، انا النهارده انا راجل بتوقع ارتفاع السعر صرف الجنيه امام الدولار. انا شايف عندي معطيات هي اللي بتقول لي ان انا نظرتي، انا راجل بتاع اقتصاد، انا شايف ان الجنيه هيرتفع امام الدولار. جولدمان ساكس
عندهم نفس يعني الحاجات اللي داخله لهم، المعلومات اللي داخله لهم هي اللي بتخليه بيتوقع. هل توقعهم هيكون صح 100%؟ عاده لا، يعني هم بيصيبوا 50% و50% بيخطئوا. طيب احنا النهارده متوقعين ارتفاع سقف الجنيه امام الدولار، يعني الجنيه امته هتعلى قدام الدولار، يعني في انخفاض في سعر الدولار. احنا متوقعين هيوصل لكام؟ حضرتك قلت 42، انا قلت ممكن يكسر ال 40 لتحت. تمام، هي كام؟ محدش يعرف، دي عوامل متغيره. طيب لكن احنا كلنا عارفين يا مستر ايهاب انه ان العمله الصعبه بتجينا من مصر بتجينا من اربع مصادر: قناه السويس، سياحه، تحويلات مصريين في الخارج، وتصدير مواد بتروليه او مواد غير بتروليه. فبالتالي انت الكرايتيريا دي انت اللي بتحكم بيها. ثواني، احنا مش تصدير مواد بتروليه وغير بتروليه، انت عندك النهارده صناعات اساسيه في البلد. خلينا ما نقدرش نغفل صناعه زي ما الرئيس كان بيقول الاسبوع اللي فات، صناعه السيرفيسز اللي هي صناعه البرمجيات دي تعتبر صناعه سيرفيس. النهارده دي لما تتصدر دي تجيب لك دخل كويس جدا، بس ده في اللونج تيرم، يعني في المدى البعيد. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انه لا، النهارده في ناس ابتدت اوريدي في الموضوع ده، يعني مش هم ما كانوش مستنيين كلمه الرئيس عشان هم يبتدوا، لا، في ناس شايفه، فناس ابتدت. عندك صناعه، عندك الزراعه، النهارده انت اكبر دوله مصدره للموالح. عندك يعني انا مش عايز اخرج بره الحته بتاعت الذهب، بس احنا عندنا بس كل صادرات صناعيه، صادرات، بس ده كل ده بيبقى ليه تاثير بعد كده على سعر الذهب. هو تحول لما الذهب يعني في الاخر الدولار، لما الدوله بيبقى فيها فائض من الدولار بالتالي الناس بتبقى مستريحه، ما بيحصلش حاله الرعب والهلع اللي بتحصل، فالناس بتبقى في حاله هدوء او استقرار في السوق. مظبوط. وبرده صناعه الريال استيت، وحضرتك ادرى مني بمصنعه الريال استيت، ان هي بتدر عائد كبير جدا دولاري على البلد. صح. فما نقدرش نغفل العوامل دي. احنا عندنا العوامل دي هي اللي مخلياني انا اشوف الذهب هيوصل لفين، او الذهب اتجاهه رايح ازاي. طيب ده بالنسبه للمحلي، ان سعر صرف الجنيه هيرتفع امام الدولار. طب تعالى نشوف البورصه العالميه. البورصه العالميه من ساعه ما قالوا ان هم ثبتوا سعر الفايده الاسبوع اللي فات، احنا شايفين استقرار في سعر الذهب. سعر الذهب بيلعب ما بين ال 2320 25 بالزبط. يرجعهم تاني وهكذا، يعني في تقريبا ثبات في سعر البورصه العالميه. طب ايه اللي ممكن يحصل لما الفدرالي الامريكي يخفض سعر الفايده؟ بالطبيعي ان هم عندهم البلان بتاعتهم، ان عندهم 3/4 نقط هينزلوها في اسعار الفايده العالميه، فاذا هيحصل ارتفاع مباشر لسعر الذهب نتيجه لانخفاض سعر الدولار في البورصه العالميه. خلينا نفصل دلوقتي، احنا اتكلمنا عن مصر النهارده، بنتكلم عن البورصه العالميه. هيحصل ارتفاع لسعر الذهب. طب الارتفاع المتوقع يبقى كام؟ هنقول بلومبرج بتقول 2500 2600، مكان تاني بيقول 3000، مكان تالت بيقول 2700. تمام. مكان رابع بيتوقع الثبات نتيجه للتضخم اللي في البلاد التانيه. فهل انخفاض سعر الدولار امام الجنيه هل هيوازي الارتفاعات اللي في سعر الذهب في البورصات العالميه؟ ممكن، وممكن يحصل ارتفاعات في سعر الذهب العالميه اكبر بشويه من انخفاض سعر الدولار امام الجنيه، فبالتالي هنلاقي كفه ارتفاع سعر الذهب بتعلى. كل دي معطيات ما نقدرش نتوقع بيها ايه اللي هيحصل، ولكن احنا بناخد رؤيه للي جاي بعد كده. تمام. السؤال هنا دايما مواطن عادي بيسال، وهبتدي انزل شويه بالليفل عشان يعني حضرتك خبره اكتر مننا. ناس كتير قوي بتسال، انا اشتري سبائك، اشتري جنيه ذهب، اشتري مصوغات ذهبيه، اشتري ايه من الذهب اللي انا اقدر لو مستعجل وعايز احول فلوسي لكاش او للليكويديتي او متحرك فيها بسرعه؟ بص يا مستر شادي، هو قبل ما نقول يشتري ايه نقول يشتري امتى. تمام. يمكن انا في 25 يناير، يوم 25 يناير سنه 24، انا كشعبه صناعه او كان كرئيس شعبه صناعه، انا نزلت بيان بيقول للجمهور ما تشتريش الذهب النهارده، الذهب مقيم باعلى من سعره، فلو سمحت وقفوا عمليات الشراء. وكل الناس استغربتني، والناس اللي عندي في القطاع هاجموني، ولكن انا كنت على حق، بدليل ان احنا النهارده بنتكلم في انقص من السعر اللي كان وقتها 900 جنيه.
صح. فاذا انا كنت على حق لما انا في مصلحه عامه. يعني انت فضلت المصلحه العامه على مصلحه القطاع كله على بعضه 300,000 شخص، بس احنا 110 مليون، فانا لازم ابص للمصلحه العامه، مصلحه البلد اهم من المصلحه الشخصيه. طيب الناس ايه اللي بيحصل وليه الناس بتدافع تشتري الذهب؟ لازم نكون واضحين، والنهارده الامور هديت فنقدر نتكلم براحتنا. اول حاجه، في صفحات على السوشيال ميديا، صفحات مغرضه جدا، تمام، بتقود العقليه المصريه البسيطه لانهيار الاقتصادي لمصر. فكانت ما على الصفحات دي الا ان هي بتلعب على نقطتين، دولار وذهب، تمام، بالظبط. فكان تدافع رهيب، الناس مش روحوا تجار عمله، فكانوا الحاجه الليجل اللي هم بيشتروها كانوا بيشتروا الذهب. في تدافع مش طبيعي، وتدافع بدون دراسة، وبالتدافع بدون رؤية، فده في حد ذاته غلط. انت لما تلاقي ارتفاعات متتالية سعر الذهب ما تروحش تشتري، انت راقب السعر واتفرج عليه، وعمرك ما تشتري عند اعلى نقطة. دي عندنا احنا في الاقتصاد، صح. ده عمرك ما تشتري عند اعلى نقطة، فانت ما تشوفش الذهب عند نقطة تاريخية ليه، مثلا بنتكلم في 3900 او دخل الذهب في 4000، اروح اشتري؟ لا، مش ده الصح بتاعها. ده يخليني اسال سؤال ونجيبه صراحه، اللي اشترى ب 3900 و4000 خسر؟ طبعا طبعا، يعني اجابه صريحه قوي. يعني ما هو انا طلعت في اكتر من برامج، وكنت هنا على القناه برضو، وطلعت وقلت الذهب مقيم باعلى من سعره، تمام. طلعنا قلنا، نزلتها بيان بيقول على صفحه الشعبه، بيان بيقول الذهب مقيم باكتر من سعره، احنا بننصح المواطنين بعدم الشراء في الوقت الحالي. هل السعر الحالي هو العادل؟ جدا جدا، يعني هو العادل جدا مقارنه بالسعر بالمعطيات الثلاثه اللي عندنا النهارده. انا عندي بالانسنج ما بين العرض والطلب، وان كان المعروض اكبر من الطلب شويه، تمام. عندي سعر البورصه العالميه، وعندي سعر صرف الجنيه امام الدولار، والاثنين بقى لنا دلوقتي اسبوعين تقريبا ثابتين. فالنهارده انا عندي سعر الذهب ما اتغيرش بقاله نقدر نقول داخلين في 10 ايام اسبوعين. فده في حد ذاته ده نقطه كويسه جدا للي عايز يشتري، ان هو يشتري في الوقت الحالي. يعني انت بتشجع دلوقتي الناس انها تشتري؟ انا شايفه سعر عادل بالنسبه لسعر البورصه العالميه والسعر. وتنصح بايه اللي اشترى ب 4000 من 3900 و4000 ويعني ما سمعش كلامك؟ بص، انا هقول لحضرتك في الحاله دي اقتصاديا بنعمل ايه. لو متوفر عنده سيوله نقديه يشتري عشان ياخد متوسط، تمام، فيبتدي يقلل خسارته. بالظبط. لو ما عندوش سيوله نقديه هيضطر ان هو يصبر شويه زياده لحد ما يوصل للنقطه اللي هو وصل لها او اعلى منها شويه، يحقق نسبه ربح ويطلع. يعني احنا بلغه الاقتصاد بنقولها ويطلع، صح، تمام. طيب يجي يشتري ايه، سبائك ولا يشتري مشغولات؟ بالطبيعي ان انا رئيس شعبه الصناعه ان انا هقول لك يشتري مشغولات، صح. طيب ليه انا بقول يشتري مشغولات؟ مش عشان خاطر الحته ان انا رئيس شعبه الصناعه فانا بشجع الصناعه المصريه والكلام ده كله، لا، انا بقول ليه يشتري مشغولات. الذهب انا دايما بقول عليه كلمتين، زينه وخزينه، صح. طيب انت اشتريت خزينه، يعني انت النهارده استفدت، يعني اللي اشترى بال 4000 النهارده هو عامل ايه بالذهب؟ هو حطه في خزنه، او حطه في بيته، او وغافر هو حطه فين؟ طيب ما هو انت يعني انت لو حتى انت شاريه ب 4000، ما انت كنت اشتريت لك كوليه، اسوره، غويشه، خاتم، اتزينت بيه، استفدت بيه في الفتره دي لحد ما يجي سعره العادل بتاعه وبيعه، انما انت ليه حاطه في الخزنه؟ طيب هيجي يقول لي، انا بتكلم بقى المواطن الطبيعي البسيط جدا، هيجي يقول لي ما هو مصنعيه الغويشه والكوليه والانسيال اكتر من قيمه السبيكه، ده السبيكه ما عليهاش مصنعيه. مين قال ان السبيكه ما عليهاش مصنعيه؟ مين قال ان الجنيه ما عليهوش مصنعيه؟ لا، الجنيه والسبيكه عليهم مصنعيات، ومصنعيات المشغولات المصريه النهارده اللي بقول عليها التوب كواليتي، النهارده المنتج المصري النهارده توب كواليتي، ما يفترقش كتير عن مصنعيه الجنيه والسبيكه خالص، بالعكس. يعني انت رايك يشتري مصوغات احسن ما يشتري بيور جولد او جنيه او سبيكه؟ جنيه او سبيكه عشان يقدر يستخدم. بالظبط. طيب ايه الهدف من زياره حضرتك والشعبه لتركيا الفتره اللي فاتت عشان
يعني اللي احنا فهمناه او اللي احنا سمعناه من البيانات اللي طلعنا يعني تبادل خبرات ما بيننا وما بين التراكوة في المجال ده. طيب النهارده تركيا فين في ترتيبها على العالم، ومصر فين في ترتيبها على العالم في تصدير المشغولات؟ ودي يمكن انا لما استلمت شعبه الصناعه اخذت عهد على نفسي، وكان عهد شخصي انه لا، مصر لازم تتحط على الخريطه بتاعت العالم في تصدير المشغولات، ونحط تحت كلمه المشغولات دي مليون خط، مليون خط، مش السبائك، مش تصدير الخام الذهب. تمام. احنا ترتيبنا كان سنه 21 كان ترتيبنا 67 على العالم في تصدير المشغولات. كام؟ 67 على العالم. 67 على العالم. 22 ترتيبنا الحاجه و80 على العالم. لا انا اسف، كنا 21 الحاجه و80 على العالم، ال 82 على العالم، 21 ال 67، وبعد كده 22 وصلنا للترتيب ال 92 او ال 94. ده انهيار عالمي. ده انهيار طبعا. طب انت فين على خريطه العالم من تصدير المشغولات؟ وهقول لك على حاجه، على خبر كويس. انا اديتك الصدمه الاولانيه بس هقول لك على خبر كويس. انت فين من خريطه العالم في تصدير المشغولات؟ احنا كنا ولا شيء. النهارده انا بقولها واعتبرها ان هي حصري عندك في البرنامج، ان احنا في الربع الاولاني من سنه 24 احنا صدرنا بقيمه اللي كنا بنصدره من مشغولات ذهبيه في سنه كامله. في قد ايه؟ في مده زمنيه قد ايه؟ شهر؟ ثلاث شهور. ثلاث شهور بمقام كنا سنه. بمقام سنه. ده ليه؟ ده لان انا وصلت ان انا لنقطه انه الموضوع بالنسبه لي شخصي، وموضوعي غيرتي على بلدي، وموضوعي ان انا شايف ترتيب مصر وانا برأس شعبه، وما ينفعش مصر تكون في المرتبه دي وانا برأس الشعبه، لازم اوصل لهدف. تمام. حطيت لنفسي تارجت ان انا عايز اوصل مصر سنه 24 ان هي تبقى من ال 30 الاوائل على العالم في تصدير المشغولات. طيب انا عندي معوقات تصديريه كبيره، والمعوقات دي مش معوقات صناعيه، يعني مش من عندنا احنا كمصانع للانتاج، من الناحيه الثانيه، من الطرف الثاني. لا مش من الطرف الثاني خالص. انا عندي معوقين اساسيين. ليهم؟ اجرائيا في مصر للتصدير الذهب، تمام، والمعوق الثاني هو تسويقيا لمصر في تصدير الذهب للعالم. الاولاني البيروقراطيه. البيروقراطيه بس انا عملت حاجه لذيذه جدا. يمكن احنا عملت اجتماع، دعيت في الاجتماع ده وزارة التموين، وزارة الصناعة، بنك المركزي، بنوك مصر الكبرى، تمام، وقعدنا كلنا على ترابيزة واحدة. تمام. قلت لهم يا جماعة أنا قطاع، أنا النهاردة وضعي 1 2 3 4، وإحنا جاهزين إن إحنا نصدر. حضراتكم قاعدين على نفس الطاولة، فكوها. هنا بيتقال كلمة، هنا بيتقال كلمة عكسها توقفني أنا، هنا بيتقال كلمة، هنا يتقال كلمة عكسها توقفني أنا. فحلوا الموضوع. وصلنا لبعض القرارات اللي كانت هامة جدا للقطاع التصدير، ودي اللي ساهمت إن احنا نوصل للربع الأولاني للأرقام اللي احنا وصلناها. بقام سنة. أنا مش هقول أرقام عشان بس أنا عايز أكمل عايز أكمل المشوار بتاعي لآخر السنة، وأتحاسب بعد آخر السنة. تمام؟ فوصلنا الأرقام الحمد لله مشرفة. ولكن برضو النهاردة في عوائق تانية. البنك المركزي كان قافلني في اسبوع نتيجه حصيله التصدير. تمام. حصيله التصدير ان هي كانت تيجي في اسبوع كانت شبه مستحيله، واحنا وضحنا لهم وجهه النظر والناس تقبلتها جدا. بعدها بالظبط بكام يوم نزل قرار من البنك المركزي بمد فتره حصيله التصدير الى 30 يوم عمل. الاسبوع اللي فات احنا قدمنا طلب بلقى 30 يوم عمل كمان غير كافيين للتصدير، لان في بعض الدول اجرائيا عندهم مشكله ان هم الجمارك عندهم بتاخد وقت طويل. فهو ال 30 يوم اللي انتوا بتكلموني فيهم على بال ما الراجل يستلم حاجته مش هيلحق يديني حصيله التصدير تاني. صح. زائد ان في دول بعينها عاليه جدا بتدي فاسيلتي للمستورد منها، فبتدي له كريدت بالشهر والشهرين. صح. طب انا اتقفلت، ده انا يا دوب بتكلم في 30 يوم رايح راجع، ودول اصلا هم يا دوب رايح راجع، ما يجوش اكتر من كده. فلا احنا عايزين ندي فاسيلتي للمستوردين. بالظبط. فيا اما نرجع لاصل القانون اللي هو 180 يوم، يا اما نعدل المده لاسترداد حصيله التصدير. تمام.
وبعدين لما تيجي عند فتره زي فتره الكريسماس دي تمام، انت بره عندك الكريسماس هم بيقفلوا اسبوعين بعد الكريسماس، فانت اوريدي انت لو صفرت قبل الكريسماس والحاجه عندهم مش هيلحق يرجع لك. لا مش هيلحق، يعني استحاله ان هو يقدر ان هو يرجع لك حصيله التصدير، فانت قفلتني ان انا اصدر في شهر 12 وشهر 1. فليها حاجات تانية لازم تدرس مع البنك المركزي. فاحنا بعتنا جواب للبنك المركزي بنطالبه بمد المده. يرجع مرجعنا الناحيه التسويقيه، واحنا ليه سافرنا والبنك التركي. المركزي حل المشكله؟ لا احنا في انتظار الرد من في انتظار الرد بالظبط. هما طبيعي الناس ممكن تبعت لنا. انا هاخد من الحته التسويقيه وهنكمل بعد الفاصل. فاصل ونرجع لكم تاني مع الاستاذ ايهاب عاصف. ورجعنا لكم من الفاصل مع الاستاذ ايهاب واصف رئيس شعبه صناعه الذهب. اهلا وسهلا يا مستر ايهاب. كنا بنتكلم على البيروقراطيه، حضرتك جمعت البنك المركزي والبنوك الكبرى وقعدتوا مع بعض على ترابيزه واحده عشان تبتدوا تحلوا الازمه اللي بتواجهوها. بعد كده قلت لي ان المشكله الثانيه هي المشكله التسويقيه. تسويقيه. احنا كقطاع العالم ما كانش يسمع عننا في تصدير المشغولات الذهبيه خالص. يعني يمكن القطاع السياحي بس هو اللي بيشكل 5% من اجمالي مشتريات داخل السوق المحلي، وده لا يحسب. طيب النهارده انا عايز اطلع ان انا اسوق للمنتج المصري خارج مصر. في معرض بيتعمل كل سنه هنا في مصر، ولكن انا ليا وجهه نظر في المعرض. طبعا هو المعرض حاجه مهمه وحاجه اساسيه ان هي بتحطك على خريطه العالم. ان انت اللي بتنظمه شركة ما برعاية وزارة التموين والتجارة ومصلحة الدولة. هو معرض واحد في السنة؟ معرض واحد في السنة. هو المفروض ان احنا لو عايزين نوصل، يعني ايطاليا عندها معرضين، دبي عندها ثلاثة، تركيا عندها معرضين بلس المعرض اللي بتتعمل في. لكن انا كمواطن ما سمعتش عنه. يمكن ينقصوا الحتة التسويقية. ينقصوا الحتة التسويقية. الحتة التسويقية. وانا يعني راجل مواطن، فانا النهارده ما سمعتش. يبقى هو ما عرفش يوصل لي. بالظبط. هو ينقصوا الحته التسويقيه لتسويق المنتج المصري. يبقى محتاج حد يسوق له. يعني هو انا بعتبر ان انا لما اعمل معرض هنا في مصر دي حاجه مهمه، ولكن انا بكلم نفسي. انا في مصر انا بكلم نفسي. انا لا، انا لازم اطلع بره ان انا اوري للناس منتجي. يعني ايه انت بت 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 لنفسك؟ هو احنا ما بنطلعش نجيب شركات بره ويبقى في يعني شيرنج اكسبيرينس او نشترك مع الخبرات الاجنبيه اللي موجوده في الخارج؟ بيجي ولكن العدد غير كافي. يعني هقول لحضرتك على مثلا في معرض في ايطاليا في مدينه ما في ايطاليا، بس مش عايز اقول اسم المعرض، بيتعمل كل سنه مرتين. عدد زوار المعرض السياحه، يعني دي حته سياحيه كمان، زوار المعرض، يعني المعارض دي اصلا سياحيه، دي المفروض ان هي قطاع من ضمن القطاعات السياحيه لانه الناس بتيجي من بره عشان تزور المعرض. بيزور المعرض ده من 60 ل 80 الف زائر كل معرض، وهو بيتعمل مرتين في السنه. اجانب من خارج الدوله. طيب تعالى المعرض اللي بيتعمل في اسطنبول، بيخشوا ما بين ال 30 الف وال 50 الف زائر للمعرض. طيب انت بتعمل هنا المعرض، الدعوات اللي عندنا ان احنا نقدر ندعو بيها. قول الرقم. 100 ايه؟ 100,000 ولا 100 زائر؟ 100 فرد. 100 فرد. تمام. اختيارهم قد يكون موفق في بعض الاحيان وقد يكون غير موفق في بعض الاحيان، ودي نقطه انا كنت بتكلم فيها من. وده معرض بي تو بي ولا بي تو سي؟ يعني من بزنس لعملاء ولا من بزنس لبزنس؟ المفروض ان هو من بزنس لبزنس، لان العارضين كلهم المصانع الكبرى، بس في جمهور بيخش يتفرج. في جمهور بيخش يتفرج يعجبه قطعه المشغول، يسالني الاقي القطعه دي فين؟ تمام. وهي بالنسبه لي تسويقيا للجمهور برضه، ان الجمهور يعرف المنتج بتاعي، لكن مش ده الهدف. انا الهدف بتاعي ان اسوق المنتج المصري للشركات وللمستوردين وخارج مصر عشان تزود تصديرك. بالظبط. فاذا يبقى انا لازم يبقى لي بافيليون موجود في كل معرض من دول العالم او الاسواق اللي احنا وير تارجتنج، يعني احنا مثلا مستهدفها. بالظبط. مستهدفين ايه الدول اللي احنا مستهدفينها؟ منطقه الشرق الاوسط،
منطقة بعض الدول في أوروبا، فأنا لازم يبقى لي على الأقل بافيليون أو على الأقل شركتين مصري. شركتين ثلاثة داخلين حتى لو متفرقين في أماكنهم. طبيعي أنت كشركة أو كبلد هم ما يسمعوش عنك في المنتج، فبيكونوا منكمشين شوية أن أنت هتاخد بافيليون ليه؟ يعني أنت محتاج لبافيليون عندنا، فطبيعي الموضوع ده مجهود تاني. ولكن النهارده بقى فيه اللي اسهل من ده، ان احنا بقينا بناخد المنتجات بتاعتنا السامبلز بتاعتنا وبنطلع بيها نفرجها لهم هناك، تمام، ونرجع بيها تاني. لكن مالكش جناح خاص بيك؟ هي الموضوع صعب شويه في الاول عشان تخش المعارض الثقيله، لان المعارض الثقيله بيبقى محجوز لها من قبلها بسنتين وثلاثه. فالنهارده ان انت تلاقي سبيس او سبوت في معرض من المعارض ديت ان انت تقدر تحط فيها، لكن انت بتحاول بالكونتكست بتاعك ان انت توجد نفسك مكان. بنحاول حتى ان احنا بنحاول ان احنا ندعو العملاء اللي احنا شايفينهم متجهين بره، ندعوهم على حسابنا ان هو تعالوا زوروا مصر، تعالوا تفضلوا عندنا زوروا مصانعنا، تعالوا شوفوا احنا واصلين لفين. احنا عندنا مصانع تقيله قوي هنا، مصانع بتنتج منتج انا افتخر بالصناعه المصريه في مجال المشغولات، لكن هم بره مش عارفينه. بل بالعكس، هم لما بيشوفوا السامبلز بتاعتنا بيتصدموا، ده مصري؟ انتوا عاملين ده في مصر؟ انتوا وصلتوا للمرحله دي؟ انت قلت جمله، يعني جمله اعتقد في قطاعات كتيره قوي بتواجه المأساة دي. احنا بنخاطب نفسينا، احنا ما بنخاطبش العالم الخارجي بلغته، احنا بنخاطب بلغتنا احنا لينا احنا. مظبوط. فكرتني بكاس العالم 2006 سنه 2010 جنوب افريقيا، انا فاكر. وكنا مترشحين مع المغرب وجنوب افريقيا وخدنا صفر. بالظبط. عشان كنا قاعدين بنخاطب نفسينا، عشان كنا بنتكلم صح. ف وحته التمثيل المشرف، طالما جبت سيره كاس العالم، حته التمثيل المشرف النهارده مش دي اللي بت لا انا بستغرب ان احنا بندي مكافئات ساعات على التمثيل المشرف. لا لا، انا النهارده انا المفروض ان انا عايز اوصل لرقم، صح، عايز احقق رقم، عايز ادخل مصر في الثلاثين الاوائل. انا عارف ان دخولي للثلاثين الاوائل دي حاجه شخصيه، لازم انا شايل الحته دي على هي المفروض ما تبقاش حاجه شخصيه، لكن هو المفروض ده يبقى فيجن للقطاع كله، عايز يوصل للهدف ده في مده زمنيه قد ايه عشان تقدر الدوله تسخر امكانياتها عشان نقدر نوصل كدوله. ما هو انا هقول لحضرتك، هل انا هفضل كدوله معتمده على شخص يبقى هو اللي ليه الهدف وبيجر القطاع، ولا القطاع نفسه بيبقى مبني على اهداف وانا جاي امثله، عارف الاهداف 1 2 3 4. انا جوه منظومه، انا كشعبه صناعه انا جوه منظومه، صح. مش ايهاب بس، ايهاب ومعايا مجلس الاداره. طيب ايهاب عنده غرفه الصناعات المعدنيه في اتحاد الصناعات، غرفه الصناعات المعدنيه عندها اتحاد الصناعات نفسه، تمام. فانا جوه منظومه، فانا بدي رؤيتي انا لغرفة الصناعات المعدنية، وغرفة الصناعات المعدنية بترفع رؤيتي أنا لاتحاد الصناعات المصرية، فأنا جوه منظومة، ولكن الهدف أنا واخده شخصي. يعني it's so personal بالنسبة لي أن أنا أوصل للتلاتين الأوائل، تمام. ده بالنسبة لي هيبقى achievement إن شاء الله. من التلاتين عشان أخش جوه العشرين الأوائل، ومش بقول العشر الأوائل لأن العشر الأوائل هتبقى صعب علينا شوية، يعني هتاخد مننا فترة طويلة، تمام. انت عارف لما بتسوق عربيه بتجيب اولاني بالبطيء وبعد كده بتزود وبعد كده بتزود. ف يعني لو بنتكلم مثلا ان احنا مش اقل من 5 6 سنين عشان ممكن نلمس في العشرة الاوائل او نبقى ال11 ال12، تمام. بس الصعوبه هي ان انت تنط من ال30 تخش جوه ال20 الاوائل دي. يعني معناها انه لازم المطار يكون مش مفتوح، المطار يكون اجرائيا سهل زي ما بتشوف مثلا في الامارات، تمام. العميل من افريقيا بيخش معاه الذهب بتاعه في ايده، بيخش يسيبه في المطار، يخش مصر يسيبه في المطار باسم شركه من تنماء هنا في مصر، يخش مصر ينقي شغله. هل بتواجه صعوبات في المطار بسبب الاجراءات دي؟ طبعا. ده قصه ثانيه خالص دي. لا يعني فيل فري ان حضرتك يعني قول لو انت في مصاعب. لا لا، في مصاعب، بس دي يعني خلينا، يعني انا بقول ايه، انا اخد الدنيا واحده واحده، يعني ما اطلبش كل حاجه في وقت واحد. ولكن انا مثلا سوق افريقيا هو سوق بيعتمد على اليدوي، هو بيشيل الذهب بايده، بيجي ينزل على البلد اللي هو بيشتري منها، يسيبه في المطار باسم الشركه اللي هو رايح لها،
يروح الشركه ينقي مشغولاته، الشركه تخلص هي الذهب دوت بطريقتها بمعرفتها، وهو طالع من المطار متسجل عليه ان هو جايب كيلو ذهب، هو طالع بكيلو ذهب ما يوازيه. شكرا سلام باي. خلاص هو ده العقليه الافريقيه، هو لا عايز يتعامل ببنك ولا عايز يتعامل هو عايز يشيل الذهب بتاعه يدخله ويخش مصر اوفيشال، وفي نفس الوقت يطلع من مصر اوفيشال. تمام. هو بيتعامل ازاي في بلده مش بتاعتنا؟ احنا لينا مصلحتنا. انا هسالك السؤال ده، يعني ايه الاوبستكلز او ايه العوائق اللي انت ما زلت بتواجهها وحاسس ان هي محتاجه رساله توصل لاعلى السلطات عشان تقدر تحل الازمه دي؟ الفلكسبيليتي في التعامل. تمام. تاني حاجة المرونة في التعامل. بالظبط. تمام. تاني حاجة البنك المركزي يفتح مدة التصدير، أنا لازم أدي فاسيلتيز عشان أقدر أنافس تركيا، أقدر أنافس دبي، أقدر أنافس إيطاليا، أقدر يعني أنا لسه حد جديد. طب أنا حد جديد وبقول له ادفع لي كاش أو أنت مربوط بمدة زمنية معينة إن أنت تدفع لي، وأنا مش فاهم إيه المشكلة ده، أنا هصدر وهجيب دولار. بالظبط. او هجيب قدام الخام خام. يعني هصدر كيلو دهب هجيبه قدامه كيلو خام. طب ايه المشكله؟ هنفضل نسال بعض كل واحد فين المشكله. ده هو الهدف الاساسي الفتره الحاليه ان انا اوفر العمله الصعبه. مظبوط. للدوله. مظبوط. فافتح لي المده، افتح لي المده يا اما ترجعها للاساس بتاعها 180 يوم، يا اما حتى على الاقل خليها 90 يوم، بس خليني ادي يعني حاجه فاسيلتي كريدت فاسيلتي للعميل اللي هو بياخد مني. انما داخل له بقول له اشتري مني كاش، انا مصري واول مره بتتعامل معايا واشتري مني كاش، هقول له مش عايزك، ما انا عندي التاني اللي بيديني كريدت في كريدت وشغال معايا وانا عارفه، وهقول ان المنتج ده بتاع البلد الفلانيه والناس فاهماه. هرجع لسؤال تاني الا هو استيراد الذهب بقى المصريين وهم جايين بالذهب بتاعهم، في اي قرارات جديده بخصوص الموضوع ده؟ القرار المفروض ان هو ينتهي يوم 10/5. هل القرار ده هيجدد بيه؟ لا انا ماليش ان انا ماليش ان انا اقول ان هو يجدد، انا لا املي. من وجهه نظر حضرتك او من خبره حضرتك، انا كشعبه صناعه انا ما عنديش مشكله خالص ان القرار يجدد او ان هو يلغى. تمام. لانه الكميات اللي جت على مدار السنه، احنا القرار اتعمل 6 شهور وجددت. تمام. تمام. فانا يمكن احنا كنا الاول كشعبه صناعه في اجتماع مجلس الاداره احنا كنا متخوفين جدا. هي كميه قد ايه اللي احنا استوردناها؟ 3.4 طن. طن. اوكي. اوكي. يمكن احنا كنا متخوفين كشعبه صناعه في اجتماع مجلس الاداره بتاعنا من القرار بصراحه. تمام. ولكن ان هو هياثر على الصناعه المصريه، ولكن احنا ما حسيناش بالتاثير الكبير او بالتهديد على الصناعه المصريه الكبير في الفتره اللي فاتت. فاحنا عاده احنا كشعبه او كمجلس اداره شعبه او حتى في غرفه الصناعات المعدنيه، لما بنلاقي فيه قرار بنقول احنا هنخوض القرار، هنكمل في القرار، هنجربه، اذا لقينا حاجه ان هي ان احنا عائق بالنسبه لنا كصناعه او حاجه هنتصادم فيها هتبلغ وتقول. لازم نرفع ده، دي مهمتنا ان احنا نرفع تقريرنا للجهات المختصه. في اخر سؤال في الحلقه عايز اسال حضرتك كخبير اقتصادي بعيدا عن الذهب، شايف الوضع الاقتصادي المصري في دقيقه، شايف احنا رايحين فين بالظبط؟ انا يمكن قلته لك اول حلقه. انا عندي نظره تفاؤليه كبيره جدا. يمكن الناس بتقرا السطور بس في حاجات جوه السطور لازم ياخدوا بالهم منها. يعني في نور منور من بعيد كده حلو، انا شايفه حلو، شايف امل كبير. تمام. بس المهم انه يبقى في استراتيجيه، في دعم للصناعات، في دعم للتصدير. تمام. انا مش عايز دعم مادي، انا كقطاع انا مش عايز دعم مادي خالص، انا عايز دعم معنوي، سهل لي دنيتي، خليني امشي. يعني بدل ما انت حطيت لي سلسله في اجراءات المطارات، خليني امشي، خليني اجري، خليني اطلع اسافر واجري شغلي بره وارجع بيه واطلع بلد تانية وارجع بيها، وبعدين خليني اصدر ويجي الحاجه تيجي زي ما تيجي، بس انت حاكمها. يعني انت مراقبني بس تيجي زي ما اعرف اشتغل. يعني اعرف اقول للعميل خد دي تمام وادفع لي كمان شهرين، ما عنديش مشكله. بس ان يعني ما هي كل حاجه ماشيه كريدت في العالم كله. تمام. فاشمعنى انا اللي هروح اقول له اديني كاش؟ مش هيقبلني. والبيروقراطيه هتنتهي امتى من مصر؟ عارف حضرتك الـ انا بقول ان النتيجه هي عندنا lack of communication، يعني عندنا عدم تواصل. عدم تواصل.
لكن انا حليت انا كرئيس شعبه انا حليت الموضوع ده لما قعدنا كلنا على ترابيزه واحده. قلت لهم انا كذا، انا هدفي اوصل لكذا، انا عندي مشكله 1 2 3 4 وعندي المؤسسه دي بتقول كذا والمؤسسه دي بتقول عكسها والمؤسسه دي بتقول كذا والمؤسسه دي بتقول عكسها. تمام؟ انا احل اللغز ده ازاي؟ فكوا لي الطلاسم. انا قعدت معاهم باللفظ كده قلت لهم فكوا لي الطلاسم دي عشان انا عايز اوصل للرقم ده. انا كمصر تمام او كايهاب واصف انا عايز اوصل للرقم ده، انا لازم اوصل للرقم ده. ده جول، هدف، الهدف اللي عندي اللي انا عايز اوصله. فالدنيا تتظبط ازاي؟ قاعد على ترابيزه لكل المسؤولين عن القطاع اللي ليهم بعلاقه مباشره وغير مباشره بالظبط، تتحط المشكله يوصلوا مع بعض الحل، الحل خلص خلاص. في النهاية أنا بشكرك أستاذ إيهاب على الحديث الجميل ده، وأعتقد إن احنا محتاجين لقاءات تانية أخرى، لأنه الذهب ده من أهم المحاور الاقتصادية اللي بتأثر على الاقتصاد العالمي عامة، وحضرتك مالك من خبرة، فأنا أتوقع حلقات تانية مع حضرتك في الفترة القادمة بإذن الله. في النهاية بنشكركم ونشكر الأستاذ إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب بمصر، واللي كان لي تصريحات قوية جدا عن الفترة السابقة وعلى الفترة الحالية. بنشوف أحلام وأهداف، لأنه في الآخر زي ما بنقول الناس اللي متعلمة وفاهمة وعندها طموح هي اللي بترفع من كفاءة القطاعات داخل الدولة المصرية. في النهاية بنشكركم ونقابلكم في حلقات أخرى من صناع القرار.